ويا نقطة سريعة عن موضوع الأمر الوقوف أو أمر الرجوع للخلف بالجر. ذكرت سابقا أنك لما توقف الحصان في الطريقة هذه بالذات مو مهم الأمر، أقدر أوقفه بصوت، بلتقة، بجرة، بضغط اليد فقط، ترجيع الأصابع، أمر الوقوف حسب حسن تدريب الحصان وحسب جهوزيته بتسوي، بيعطيك ردة فعل، سحب أو تفضي أو تتكية، بتعطيه أنت ردة فعل لردة فعله، لتسبيك أو جمع أو تتكية. ردة فعلك الأخيرة هذه لردة فعله هي تحدد كل شيء. نفس الموضوع هذا في نفس المنطقة ذيك أتذكر كنت أشرحها عام 2012-13 مع مهر كان عسيب، كنت عسفه موجود مقطع باليوتيوب. لا 2023 الآن. طبعًا قبلها يعني خلينا نقول 2013 الكلام هذا، برضه خلينا نقول 2003 في نفس التفكير هذا، بس ما كان في مقاطع. الفكرة واحدة بس تغير الدقة وتغير طريقة الشرح. ردة الفعل الأخيرة هي المهمة. فلو أنا وأنت مرنا نفس الأمر الوقوف أو أمرنا نفس أمر الكاع أو أمرنا نفس أمر الرجوع للخلف وحصان عادة يعطينا نفس ردة الفعل سحب أو تفضي أو تفكية، ردة فعلي وردة فعلك الأخيرة هي تحدد كل شيء. ردة فعلي سيئة شان معي الحصان، ردة فعلك جيدة ذام معك الحصان، مع أن أمري وأمرك واحد وردة فعل الحصان لي ولك واحدة، بس ردة فعلك لنا أحسن من ردة فعلي في مواكبة الثلاث ذام معك وشان معي. نقطة ذكرتها أنك عقب ما تسوي الشيء ده وتطبقه تبدأ تعمق في الأمر الأول كتعويض خاصة الحصان عسيف. نعم المهم ردة الفعل الأخيرة، ولكن لازم الحصان يعرف أني قادر على إيقافه وترجيع للخلف وكعه بجميع الأوامر إن أردت. فلا بد مرات بالصوت بس إذا جهز، ولازم مرات بضغط اليد فقط ليختبر مدى خفة رقبته أو مثلا بالطرف الإصبع فقط عشان أعرف مدى خفة رقبته ووضحها للشخص وأشرح له. لكن مرات لازم جرجر في الوقوف في الرجوع للخلف قود أو ركوب والكاع. مش قصدي جرجر، لأن الجر هو اللي يشجع الحصان على السحب. الحصان الموزون درب زين خاصة في الركوب قوة التواجد قبل، لما تعطي امر وقوف راقي زاد عن اللزوم بالصوت وضغط اليد فقط او الاصابع ما يسحب، صار مدرب جنبي فضي وقف على طول. انت تبغى يسحب، تبغى الحصان يقول فت يا شيخ في الجود، وتعلم ان دقتك مضبوطه تقول رح يا شيخ عشان يعرف يوقف محله. ذاك في الركوب كل مساله وقت بيقول فك يا شيخ بتقول رح يا شيخ بيوقف محله. في دقته عاليه زي ما قلت، عجل المحتوم لا تاجله قدر المستطاع. اذا كان جاهز، اذا كان متوقع خطا عجله، فالحاله هذه ما تنطبق على الشخص اللي دقته اقل. تكلم مع حصان جاهز ودقتي عاليه، اعجل الفكره هذه اللي وشي اني اسحب سحب واضح لما اوقفه، يعني من المسار اقول وقف جر واضح، او من الهذبه او الخوف اقول وقف جر واضح. الفكره منها وشي اني اشجع على السحب كرده فعل اكثر من التفضي والتذكيه. طيب وش الهدف من السحب؟ عشان يعرف انه لما يسحب اثناء سحبي عندي دقه كافيه للانتقال من سحب واضح الى تزليق واضح، وسانجح في جعلك تتوقف لدرجه اني لما اعطي الحصان امر اقرب مثلا لها بالحاله هذه في الجود او في الركوب تلقى بعض المقاطع حملاني من الكعب من الفتح انه مره مهارك. اعطي تخيل انك بتعطي الحصان امر ريوس وهو ماشي، الحصان ماشي مسار او حتى فاتح او هادب الحصان مره موزون. افرض انك بتعطيه وضعيه لو استمريت عليها عقب ما يوقف بدك ريوس، فانت ما اعطيته امر وقوف فقط اعطيته امر ريوس وماشي، فتكون الوقفه قويه مره ولا لا؟ سبب القوه انه يعرف انه اذا سحب بتزلق له، فاصلا ما راح يسحب اصلا موزون مرحله نهائيه. لكن وش اللي خلاه يعرف الشيء هذا؟ انك لما سويتها اثناء العشف وسحبت من وقوف لسان حالك قال فك يا شيخ ما بك الله، نعم اوقف معك ونعم اذا سحبت بتزلق لي بوقف، لكن مو بالشكل هذا. هو اللي انت تبغاه، تبغاه يقول لك فك يا شيخ. اذا قال فك يا شيخ تفاجئ انك قادر على الانتقال من قمه سحب لتوقيفه او قمه سحب لارجاع للخلف الى قمه التزليق بالضبط قد. اذا ما وقف ورجع على خشم يطيح. مو بدك تبغى تطيحه وتوازنه، بس تبغى تعلم ان الشيء هذا هو اللي بيصير. لما اوقفك بطريقه فيها جر انت تعتقد انك انت بتجرني وتخل توازني وتمنعني من الوقوف او تمنعني من انك توقف اني اوقفك، اللي بيصير اني انا بخل توازنك لما حاولت تخل توازني ولما وقفت على وجهك تصير انت تختار الوقوف. اذا القدره على جر الحصان جر لايقافه من المسار او الخبب او حتى كعه من الهذب الواسع، والقدره على ترجيعه وراء بعد الوقوف مباشره عن طريق جر عنان زايد مهمه جدا، مو من اجل الجر نفسه، من الجر امر زي الامور الاخرى، بل من اجل اعطاء الحصان فكره واضحه الى اي مدى دقتي عاليه لما يسحب. لازم الحصان يعرف تزليق انه سحب سحب قوي تزليقي صحيح. ما في شيء احسن من انك تعلمه ان تزليقي صحيح حتى اثناء سحبي، انا ساحب وانت رديت على سحبي بسحب تزليقي مضبوط يخليك ترجع معي وتعطيني اللي ابغاه ولا بتطيح على وجهك او يختلف وزنك. هذا يصدم الحصان على طول، يخليه يعرف الخطه المطلوبه. زي التمرين اللي دائما اقوله لما تعلم الحصان على الكعف بدايات عده العسيف او جديد حصان جديد، دائما علم انك عقب الكاع تعطيه كم خطوه ورا، لا تكع وتوقف، متوقع انك يصير دائما الحصان يتوقع ان اخر شيء تسوي الكعف يصير يقاوم الكاعه.
لكن الحصان لما يعرف انك عقب ما تكعب تعطيه كم خطوه ورا ثم ترخي العنان، يصير الحصان يعطيك كعبه مثاليه ويحاول يعاند الرجوع للخلف، فصير اخر شيء بتسويه الرجوع للخلف وليس الكع، فيعطيك كعبه مثاليه ويحاول يعاند الرجوع. كذاك الرجوع بدل ما ترجع مثلا 20 خطوه 30 خطوه ارجع اقل من اللي تحتاجه، الا لو قوامك الحصان تستمر ترجع عشان يرضيك طبعا، لكن ارجع اقل دائما يكرمك الحصان ويعطيك ما تريد. اذا بالغ في اوامر التوقيف بالسحب اذا كان جهاز الحصان وانت عندك دقه كافيه، من اجل تعليمه ان مهما سحب في اي ظرف كان ومن ضمنها سحبه اثناء سحبي، عندي دقه كافيه اني ازلق على طول واخدعه ويقع في الفخذين. نتكلم عن تكثر مفاجاه اذا سحب ازلق يخلط توازنه، ينطبق عليه اللي ينطبق على هذا الشيء. طبعا لو سويت النتك ودقه خطا خرب الحصان، سحب وما واكبت صح فخرب الميزين شامد ما يتحسن. اختبار الثقه لما تسويه كسب الثقه، لما تسويه ويتعامل مع الحصان خطا خرب مزن، هذاك التمرين هذا انك توقف او ترجع الخلف بجر واضح ودقتك خاطئه خطا انه بيسحب، ويتضح لان اثناء سحبه وانت ساحب تزليكهم مضبوط فيخرب دل ما يتحسن.